بكم مشاهدينا في فقرة الفاشن من برنامج سيدتي. اليوم معنا الدكتور والفاشن انفلونسر حسن الغنيم وحنتعرف عليه أكثر. لا 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 نزداد المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. بيك دكتور حسن، طبعا الله الزين هذه لازم طبعا. قل لنا زياده عن اجواء فاشن فورد اليوم، كيف حاسسها؟ مره حلو، يعني كيف الناس لابسين، كل احد يعبر عن شخصيته وهويته وهذا شيء زين. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. قول لي زيادة، أنت دكتور أسنان ومرة عندك توجهات في الموضة، كيف كان التوجه من الطب للموضة؟ أنا الصراحة أحب الأزياء وهذه الأشياء، والناس حبوا طريقتي في اللبس فنجح الموضوع، فكان يعني طبيعي، مو أنه مثلاً أني حاولت أكون شخص ثاني أو شيء. بس وطبعاً fashion is for everyone. أي أكيد. طب قول لنا، أنت وصلت 1 مليون followers وسويت فيديو مرة حلو، قل لنا زيادة على أفكار فيديوهاتك. صراحة في فيديو ثاني حينزل قريبا. أيوة. حيعجبكم مرة، قعدت ساعتين أسويه. يعني كيف عادة تستوحي أفكار الفيديوهات؟ لأنه حتى الملابس فيها دائما مرة حلوة، يعني أنت تفكر في أنه زي creative director. أيه تقعد يعني تفكر في كل شيء. يعني بكون بجلس سكر الباب بس. أيوة. أقعد أفكر أنه إيش ممكن أسوي شيء الناس يقولوا واو وش ذا الزين. You got me jumping like. معروف عنك انك دائما تروح بس الهاي اند براندز تتعاون معاهم، ايش التعاونات اللي سويتها؟ سويت يعني مع اقوى براندز في العالم، منها توم فورد، فالنتينو مثلا، دولتشي اند جافانا، يعني الاشياء الرباعيات السعوديه. اي بس هاي اند. وليش اخترت دائما تكون مع الهاي اند براند؟ لانه تمثل شخصيتي ومو اي انسان ممكن يكون وجه لهاي اند براندز، يعني ممكن تكوني لاي مثلا براند، طبعا مع احترامي لجميع البراندز اللي في العالم، بس انه صعب انك تكوني وجه اعلامي لهاي اند براند، وال هاي اند براند العالميه هي اللي تختار انه انت تكون الوجه الاعلامي حقها. بس انت مره ملهم في عالم الموضه، كيف دائما تنسق ملابسك؟ لك شكرا صراحه، يعني اشوف اي شيء سبيشل وغريب. طبعا انا احب الاشياء اللي مو مره يعني اللي مو مره فاشنبل. أيوة. ان تكون بروبر، ويعني الناس يحس انه يعني ازياء للرجال، مو انه يعني مره ستايل، فبطلع حلو. يعني انا شفت كل اشيائك يعني كده سوتس وفيري كلين كات. انت يعني كنت حاطط في بالك انه تسوي شيء زي كده؟ لا، هو انا كده في يعني بالطبيعه. ولما شافوني الماركات العالمية حبوا أني أكون وجه معين لماركات معينة فسويتها. إيش أكثر قطعة حبيتها هذا السيزن؟ صراحة الدنم، يعني حتشوفوني دنم كل الوقت. دحين حنروح نشوف فاشن شو الشيخ مدية الشرقي، ونقول لي أفكارك على كل قطعة قطعة. خلاص. قطعة خلاص أقول لك كل شيء. وعدنا لكم وبحلة جديدة. وهلا بالزين. أنت الزين. هلا والله. ها، ايش كان رايك في الفاشن شو اللي شفناه؟ مره قوي، الالوان مره حلوه ورايقه وراقيه، مره عجبني. حتى القصات حقتها كانت كده مره 70s. لا صراحه حلو، اخذتنا الى عالم الموضه السابق، بس مره حلو صراحه. شكرا مره دكتور حسن على وقتك، وهلا بالزين. انت الزين، وشكرا على دائما سيدتي البرنامج المميز، وانتم مميزين.
واحبكم كلكم وشكرا وهلا بالزين.